سيفقد الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب النهضة البركانية خدمات قائده المخضرم بكر الهلالي خلال المواجهة التي ستجمعه بالوداد الرياضي المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من البطولة. ولن يكون بإمكان المدرب المذكور الاعتماد على خدمات بكر الهلالي بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها ضد فريق أولمبيك أسفي برسم الجولة السابقة من البطولة. وفي السياق ذاته يستعيد فريق النهضة البركانية عدد من لاعبيه البارزين الذين سبق لهم أن غابوا اضطراريا عن المباراة الأخيرة قبل توقف الدوري الاحترافي والتي تواضع خلالها الفريق البرتغالي أمام ضيفه أولمبيك أسفي وحصد خلالها الهزيمة الثانية لها هذا الموسم ويمتلك فقط نقطة. وغاب عدد من اللاعبين عن الفريق البركاني لأسباب تتوزع بين الإصابة والإيقاف، إذ تأكد عودة كل المهاجم الكونغولي شادراك لوكومبي بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب عقوبة سلطها عليها المدرب بن شيخة لأسباب انضباطية. وسيستعيد المدرب الجزائري خلال المواجهة المذكورة أيضا كل من المدافع عبد الكريم بعدي ويوسف الفحلي بالإضافة لحمزة الرقراقي بعد أن غابوا عن المباراة المذكورة بداعي الإصابة.